السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو الميلانوما. الميلانوما مهمة جدا، زي ما انتم عارفين ان الميلانوما هي المالجنان تيومر اللي بيكونهولي الميلانوسايتس. والميلانوما لوحدها بتمثل 4% من كل السكين كانسرز، ودي نسبة مش كبيرة. لكن المشكلة ان الميلانوما is fatal، لان هي لوحدها مسؤولة عن 80% من السكين كانسر deaths. يعني 80% من الدث اللي بيحصل نتيجة السكين كانسر المسؤولة عنه بس الميلانوما. علشان كده هي من التيومرز المهمة جدا، ومن اهم التيومرز اللي هناخدها في السكين. اكتر ناس معرضين للميلانوما هم البيشنتس اللي عندهم fair skin، واكتر في اليوروبيانز والامريكانز، لكن احنا بنشوفها عندنا كمان بنسبة اقل لكن موجودة. والمشكلة ان حتى لو كانت نسبتها اقل عندنا في مجتمعاتنا، الا ان لو حالة واحدة بس نزد منك، دي مشكلة كبيرة جدا، لان الديزيز is very fatal. كمان يمكن في بعض الدول العربية بيكون في diversity وبيكون في جنسيات كمان مختلفة، فلازم دايما تكونسيدر ان الميلانوما ما موجودة، ما هياش حاجة خيالية. يعني حتى اذا كنت لحد النهاردة ما شفتش حالة ميلانوما، لا، هي موجودة وشفناها، وما ينفعش ان احنا نفوت خالص تشخيص حالة الميلانوما. طيب ايه هي الـ predisposing factors او الـ risk factors للميلانوما؟ مين الناس المعرضين اكتر ان يجيلهم malignant melanoma؟ في عندي مجموعة من الـ skin lesions تعتبر precursors، او ممكن يحصل فيها transformation وتتحول بعد كده الى ميلانوما. كمان في genetics و certain genes مهمة جدا نبقى عارفينها. وجودها بيخلي البيشن، او وجود ميوتيشن ان ذس جين بيخلي البيشن معرض اكتر ان يحصل ميلانوما. بعض الحاجات في الفينوتايب او في الشكل الخاص بالمريض ممكن تخليك ترجح او تخليه ات ريسك، ودي هنعرفها كمان شويه. environmental factors، واشهر ال environmental factors هي الالترا فايولت، سواء كانت موجوده في السان اكسبوشر او في التريتمنتس اللي حضرتك بتستخدمها زي البوفا ثيرابي، او في الناس اللي بتحب تاخد تان عن طريق التانينج بادز. كل مصادر الالترا فايولت هي ريسك فاكتور للميلانوما. تاني حاجه قلنا البريكارسر ليجنز. طب هل هي الميلانوما محتاجة فعلا بريكارسر، او يكون في ليجن موجود بيناين ويحصل له بعد كده ترانسفورميشن؟ اغلب الحالات لا، مش محتاجين خالص ان يكون في بريكارسر. دي ميلانوما كان arise from normal skin، مش محتاجة ان يكون في بريكارسر ليجنز، ده اغلب الحالات هتطلع من normal skin. لكن في عدد لا بأس به ممكن يكون نتيجة ترانسفورميشن في بعض الميلانوستيك نيفاي. زي ايه الميلانوستيك نيفاي اللي ممكن يحصل فيها ترانسفورميشن ويتكون الميلانوما؟ اشهر حاجة دي جاينت كونجينيتال ميلانوستيك نيفوس. الجاينت كمان اكتر من النون جاينت، ولو فاكرين كنا اتكلمنا عن الجاينت والنون جاينت والفرق بينهم في الديامتر. ان الجاينت الديامتر فوق 20 سنتي، ودي اللي عندها ريسك اعلى ان فعلا يحصل مالجنن ميلانوما. وللاسف لو حصل ترانسفورميشن كمان بيحصل في فتره التشايلدهود بيريود، ودي من الحاجات النادره جدا. يعني نادر جدا انك تشوف ميلانوما في الاطفال، واذا لقيتها غالبا بيكون في مشكله زي precursor lesion، زي congenital giant melanocytic nevus، او ان يكون في some genetic او syndrome abnormalities زي zero derma pigmentosum.
هي اللي خلت الطفل ده اتريسك ان يحصل فيه ميلانوما، لكن نادر جدا انك تشوف ميلانوما في الاطفال. قلنا كمان ان النون جاينت كونجينيتال ميلانوستيك نيفس كمان ممكن يحصل فيها ترانسفورميشن وتتحول الى ميلانوما، لكن الريسك اقل بكتير لو قارناها بالجاينت تايب. تاني بريكارسر ليجن هو الايتيبيكال او دي ديسبلاستيك نيفس، والترم ده هتلاقيه ترم محير وعليه كونتروفيرس عالي جدا وفي كونفيوجن لا باس به، يعني ممكن هنتكلم عنه اكتر لما ناخد الجزء الخاص بالنيفاي، لكن هي عباره عن acquired pigmented lesions فيها clinically characters تخليني اقول انها atypical، وتحت الميكروسكوب changes تخليني اقول انها فيها dysplasia او dysplastic. ايه الكلينيكال فيتشرز اللي هتخليني اقول على النيفس دي انها اتيبيكال نيفس؟ لو السايز بتاعها كان اكتر من 5 ملي متر ان دايامتر، ولو كانت irregular ان بوردر وفيها ماكسز اوف كالر، فيها ان هوموجينوس كالرز، فيها الوان كتير ومش لون واحد، وده هيخليني على الاقل كلينيكالي ان انا تو سسبكت ان الليجن ده يكون اتيبيكال. اما الديسبلاجيا دي حاجه هتشوفها تحت الميكروسكوب وهنتكلم عنها اكتر في الباثولوجي، ان في ديفرنت باترنز ممكن تحصل في النيفوس تخليني اقول انها ديسبلاستيك او اعتبرها كبري مالجننت ليجن. طب هل الميلانوستيك نيفاي العاديه او الكومن نيفاي ممكن يحصل فيها ترانسفورميشن؟ very rare، يعني ما نقلقش خالص من النيفاي الميلانوستيك نيفاي الكومن نيفاي دي، صعب جدا ان يحصل فيها ترانسفورميشن. اللي اقلق منها هي الكونجينيتال ميلانوستيك نيفس والديسبلاستيك اور دي اتيبيكال نيفس. في الشيب بتاع البيشنت في بعض الفيتشرز بتبقى ات ريسك، دي ريد هيد blue eyes and fair skin with prominent freckling أو solar lentigens and high nevus count. الناس اللي عندها عدد كبير من الميلانوستيك نيفاي، الناس اللي بيتكون عندها solar freckles بسهولة جدا، وال red hair and blue eyes with fair skin، دول عندهم ريسك أعلى للميلانوما. الجينز بتلعب دور مهم جدا في قصة الميلانوما، وللأسف لو في family history بيبقى البيشنت عنده twofold increased risk for having a melanoma عن البيشنز اللي ما عندهمش أي family history، وده بيأكد دور الجينز في pathogenesis of melanoma. الجزء الخاص بالجينز مهم جدا لان في مجموعه من الجينز مرتبطه جدا، ويعني في ايفيدنس عالي خالص على الاسوسيشن مع الميلانوما، ودول بيسموهم الهاي بينيترانس جينز. يعني ايه هاي بينيترانس؟ ده ترم مهم جدا ان احنا نبقى عارفينه. ممكن يبقى عندي الجين الاسوسييتد وذ ديزيز، لكن الجين ده سايلنت، او انا شايل الجين ده ككارير وما فيش اي حاجه ظاهره على البيشنت فينوتيبيكالي كابنورماليتي، يعني انا عندي الجينوتايب، عندي الميوتيشن في الجين، لكن هي مش معبره عن نفسها ومش ظاهر اي مانيفيستيشنز. المشكله لو في اكسبريشن حصل للجين او البينيترانس از هاي. من اشهر الجينز اللي كونكتد للميلانوما دي سايكلين ديبندنت كايناز انهبيتور 2A جين. الجين ده بيعمل انكودينج لبروتينز بتتحكم في السيل سايكل او في السيل ديفيجن، واشهر البروتينز دي اللي بتتحكم في السيل سايكلز هي البي 16. البي 16 ده مهم جدا لازم نبقى عارفينه وافتكروا، هقول لكم عليه كلام تاني لما نتكلم على السيجنالينج باث واي في الميلانوما.
يبقى أهم جين لانكد للميلانوما هو the cyclin dependent kinase inhibitor 2A جين. خلي بالكم ان ده ممكن يكون سؤال ممكن مثلا في الام سي كيوز. الجينز دي مفروض انها بتشتغل كتيومر سبريسور، وبالتالي لو فيها ميوتيشن التيومر سبريشن ده اصبح غير موجود، وهيبقى فيه فرصة كويسة جدا ان يبقى فيه تيومر. ونفس الجين له علاقة بـ other tumors زي الـ breast cancer، وعلشان كده sometimes in the patients اللي عندهم breast cancer كمان يحصل عندهم ميلانوما والعكس، لأن في common genetic background. من الجينز التانية اللي لها high penetrance ولانكت بشكل قوي للميلانوما the cyclin dependent kinase 4، وده كمان له علاقة بالـ P 16. في عندي مجموعة تانية من الجينز موجودة أو لا علاقة بالميلانوما، لكن مش بنفس القوة أو مش بنفس درجة البينيترنس اللي اتكلمنا عنها مع البريفيوس تو جينز. زي ايه؟ زي الميلانو كورتين 1 ريسبتور، وده بيعمل انكودينج للميلانو سايت ستيميوليتينج هرمون اللي حضرتكم عارفينه. الريسبتور للام اس اتش، الام اس اتش ده الريسبتور بتاعه، ده ريسبتور مهم جدا. طيب التايروزينيز بروتين جين والمايكروفثالميا اسوشيتد ترانسكريبشن فاكتور، دول جينز لهم دور لكن بدرجه اقل من الجينز اللي لها هاي بنترانس. الجزء ده بقى مهم جدا جدا. انا عارفة ان لما نيجي نقول signaling pathways متوقع ان الموضوع تقيل ورخم وصعب، لكن خلي بالكم ان في some signaling pathways مهمة جدا وهتتكرر عليك وهيجي الكلام عليها اكتر من مرة، فدي لازم نبقى عارفينها. وحقيقي ال signaling pathways اللي بتلعب دور في pathogenesis للميلانوما كتير، لكن اهمهم الماب K signaling pathway، mitogen activated protein kinase، mitogen activated protein kinase signaling pathway. الباثوي ده بيتحكم او بيعمل regulation للسيل سايكل او البروليفريشن للسيل اللي هي منهم الميلانوسايت، وبيشتغل السيجنالينج باثوي بتاع الماب كي عن طريق ان يجي مايتوجين او جروث فاكتور يمسك فيه تايروزين كايناز ريسبتور. والريسبتور تايروزين كايناز ده موجود على السيل سيرفس، على السيل ميمبرين من بره. ومن اشهر الريسبتورز دي دي كات ريسبتور، واللي اتكلمنا عنه قبل كده لو تفتكروا في الماستوسايتوزيس، وقلنا حتى ان الكات ريسبتور مش بس موجود على السيرفس للماسل، ده كمان موجود في السيل ميمبرين لاذر سيلز ومنها الميلانوسايت. ايه القصه بتاعه الماب كي سيجنالينج باثوي؟ القصه بشكل عام ان فكره السيجنالينج باثوي ان جنرال ان انا في عندي مولكيول او جروث فاكتور او مايتوجين، حاجه عايزه توجه السل ان يحصل لها بروليفريشن، لكن الحقيقه انها ما تقدرش تو انتر ذا سيل، ما تقدرش تدخل وتخترق السل ممبرين وتعدي السيتوبلازم وتروح على النيوكليوس اللي هي المصنع اللي فيه الترانسكريبشن فاكتورز اللي بتتحكم في السل ديفيجن والبروليفريشن. ما تقدرش تعدي كل الخطوط الحمراء دي، لكن تقدر تشتغل بشكل indirect، يعني انها تقوم ماسكة في الريسبتور تايروزين كاينيز زي الكات ريسبتور فوق اللي احنا شايفينه عند السهم فوق، وتبدأ تعمل استيميوليشن لمجموعة من الفاكتورز في شكل كاسكيد زي بالظبط الدومينو كده لما تيجي ترصه وتحطه في لاين، وبس تعمل جنتل تاتش لأول واحدة تلاقي كل الصف وقع. وده بالظبط اللي بيحصل، مجرد ما بيبدأ الميتوجين او
الجروث فاكتور ان هو يعمل بايندينج مع الريسبتور تايروزين كاينيز، بتبدأ الكاسكيد وتمشي تلقائيا لحد ما بتوصل السيجنال بشكل اندايركت للنيوكليوس. طب ايه يعني اللي هيحصل؟ خلينا نشوف الاند ريزلت الاول للباثوي. لو حصل اكتيفيشن للباثوي، احنا بنتكلم على الجزء الليفت سايد من الفيجر، تمام؟ طيب الاند ريزلت ان يحصل ان الترانسكريبشن فاكتور اسمه E2F يحصل له ريليس، لانه كان في الطبيعي انه ماسك فوق في حاجه اسمها الريتنوبلاستوما او الار بي. لما يتحرر ويفك من الار بي، والار بي يبقى لوحده والاي 2 اف يبقى لوحده، حصلت مشكله، لان الاي 2 اف ده ترانسكريبشن فاكتور هيدي اوردر لان الجينز اللي خاصه بالسيل بروليفريشن والجراف يبدأ يحصل لها ترانسكريبشن، يعني يترجم الشفرة بتاعتها من الـ DNA وتتحول إلى بروتينز to induce cell proliferation. المشكلة إن الـ pathway ده هيشتغل بشكل مستمر. هو الـ pathway ده موجود في النورمال سيل، لكن المفروض بيكون فيه on و off، يعني زي ما الـ pathway ده فيه حاجة بتشغله، لازم برضو يكون فيه حاجة توقفه علشان ما يحصلش هايبر بروليفريشن او uncontrolled بروليفريشن للميلانوسايت اللي هينتهي بوجود تيومر. لكن في الميلانوما الباثوي شغال لوحده تلقائيا ونون ستوب على طول سويتش اون. طيب ايه اللي وصلنا لان الاي 2 اف يحصل له ريليز؟ البدايه زي ما قلنا من بره خالص من على السيل ميمبرين، ان الميتوجين او الجروث فاكتور بدا يحصل له بايندنج للكيت ريسبتور، وده بينتج عنه ان يحصل فوسفوريليشن للانر بارت من الريسبتور واكتيفيشن لسيرتن بروتينز. اول واحد فيهم هو الجي ار بي 2 والصاص. الاثنين دول بعد كده بتبدأ كاسكيد من الاكتيفيشن والفوسفوريليشن، وعلى الترتيب الباسوي ده له اسم تاني اللي هو راس راف ميك ارك. ده ترتيب البروتينز اللي بيحصل لها فوسفوريليشن واكتيفيشن، علشان كده في بعض الكتب والبيبرز هتلاقيهم بيسموه ماب كي باثوي او راس راف ميك ارك. دول الترتيب بعد ما حصل اكتيفيشن للجي ار بي 2 والصاص، بعد كده الاكتيفيشن للراس والراف والماك والارك. الارك وانس ان حصل له فوسفوريليشن او اكتيفيشن، هو موجود في السيتوبلازم، هيحصل له دلوقتي انه يتحرك للنيوكليوس او يحصل ترانسلوكيشن انتو ذا نيوكليوس، ويبدا يعمل اكتيفيشن للسايكلين، والسايكلين من اسمها انها بتعمل ريجوليشن للسيل سايكل. الاكتيفيشن اوف ذا سايكلينز هينتج عنه الاند ريزلت اللي قلنا عليها، ان يفك الاي 2 اف من الريتنوبلاستوما او الار بي، والاي 2 اف ترانسكريبشن فاكتور فاميلي تبدا انها تو انديوس ذا ترانسكريبشن او تبدأ تحول الـ DNA إلى بروتين، والبروتين ده هينتج عنه more cell growth and proliferation للميلانوسايتس، و uncontrolled شغالة proliferation على طول، يعني هيبقى فيه عندي malignant transformation حصل أو tumor. ده الشكل العام للماب كي pathway. ليه هو مهم؟ لان زي ما انتم شايفين كمان في الفيجر التريتمنتس الجديده اللي بتستخدم في علاج الميلانوما ومجموعه كبيره من الدراجز بتشتغل على الباثوي ده، وبتقدر تعمل بلوكج على سيرتن فيزز او بوينتس خلال الباثوي. ولما نيجي نتكلم في الاخر على التريتمنت
لازم نبقى عارفين ايه هو اساسا الباثوي علشان اقدر افهم الميكانيزم اللي بيشتغل بيها الدراجز الجديدة. تاني بنقول القصة كلها بدأت من الريسبتور بره على السيل ميمبرين تيروزين كاينيز اللي حصل له اكتيفيشن بعد ما حصل بايندينج مع الميتوجين، وحصل اكتيفيشن لبروتينز الجي ار بي 2 والصاص، وبدأت الكاسكيد براس راف ميك ايرك، والفوسفوريليتد ايرك بيقدر يدخل جوه النيوكليوس ويحرر ويفك الاتاشمنت للريتنوبلاستوما اللي هو تيومر سبريسور بروتين من الاي 2 اف. ولما الاي 2 اف يبقى فري مشكلة. ليه؟ لان دي مجموعة من الترانسكريبشن فاكتورز دورها انها تشغل السيل سايكل ويبدأ يحصل continuous cell division و proliferation. في الطبيعي ان الباثوي ده اتفقنا موجود وشغال، لكن في حاجة بتوقفه وهو tumor suppressor protein ال P16. فاكرين اما قلنا في الجينز الخاصة بالميلانوما كان في عندي جين مهم جدا with high penetrance اللي هو ال CDKN2 A، ده encoding بروتين اللي هو ال P16، وقلنا مهم جدا لان ده عبارة عن tumor suppressor، مفروض ان هو في under normal conditions يبدأ يوقف الماب كي pathway، لكن في حالة الميلانوما للأسف هو في ميوتيشن وبالتالي كمان في loss of tumor suppressor. تمام، حلو خالص. قلنا ان في الميلانوما مش ده بس الباثوي اللي شغال، لكن ده اهم باثوي. في عندي another pathways موجودة زي ايه؟ زي ال PI3K signaling، ده برضو له دور في الباثوجينيسيس للميلانوما. ال PI3K signaling بيقدر يعمل في النهاية regulation لل cell growth وال apoptosis أو ال cell death. لما بيحصل activation عن طريق برضو receptor tyrosine kinase بيبدأ يحصل phosphorylation لل PIP2 into PIP3، وفي الآخر بيحصل إن يبقى في عندي حاجة اسمها the phospho act أو phospho AKT. الphospho act ده بيجي بقى ويبوظ لنا خالص ال apoptosis، يعني السل دي ما يحصلش فيها death، عمال يحصل فيها proliferation وكمان تبقى resistant to death signals. وده مشكلة لأن حضرتك لو جيت تدي مثلا كيموثيرابي أو حاجة أنتي ميتوتيك علشان تعالج بيها التيومر مش هيستجيب، لأن عندي التيومر دلوقتي ما فيهوش قابلية للتيومر سيل، ما فيهاش قابلية للأبتوسيس، بالعكس السيرفايفل بتاعها بقى طويل جدا والسيرفايفل جينز شغالة كويس جدا، وبيحصل acceleration of cell growth عن طريق the mTOR. والmTOR ده مهم جدا لأن في مجموعة من الدراجز بتشتغل في الميلانوما على الmTOR، هنعرفها في الآخر. في pathways كتيرة اللي يحب يعرفها، تمام، لكن لو بتسألوني أهم واحد لازم نبقى عارفينه كويس هو الماب كي signaling pathway. طيب هل الإميون سيستم بيحاول إن هو يهاجم الميلانوما؟ يعني ما هي الميلانوما دي مش معقول كل الكلام ده شغال والإميون سيستم نايم. لا والله هو بيحاول، وفي حاجات خلتنا نتوقع ان يعني الاميون سيستم بيحاول، لان برغم الميلانوما انها very aggressive tumor و fatal tumor الا ان احيانا بيحصل لها complete regression في بعض ال patients، even اكتر كمان يبقى في incomplete regression زي ما احنا شايفين في الفيجر الجزء اللي في السنتر
الفوكال هايبوبيجمنتيشن ده عبارة عن جزء حصل فيه فايبروزس وحصل فيه ريجريشن. الاميون سيستم قدر ان هو يكسر التيومر سيل في المنطقة دي من الميلانوما، ان كومبليت ريجريشن. كمان الاسوسيشن لبعض الفيتيليجو لايك دي بيجمنتيشن مع الميلانوما والهيلو نيفاي ادانا فكرة ان الاميون سيستم بيحاول. تاني حاجة ان الناس اللي عندهم low immunity او immune compromised الريسك للميلانوما بيبقى اعلى بكتير من الناس اللي immune competent، وبالتالي يبقى وجود الاميون سيستم له دور. يعني بيعمل ايه؟ اي تيومر في الدنيا بيبقى فيه مجموعة من الانتجنز بتتكون نتيجة المالجننت proliferation of the tumor cells، والانتيجنز دي بيتعرف عليها التي سيل والانتي بوديز. ومن اشهر الانتيجنز اللي بتتكون في الترانسفورميشن للميلانوسايت او في الميلانوما هو الميوتنت بي 16، الميوتنت تيومر سبريسور بي 16. ده انتيجن مهم جدا. كمان في مجموعه من الانتيجنز بتبدا تظهر ممكن تبقى لها علاقة بالميلانوسايت أو سبيسيفيكلي الميلانوسايت زي التايروزينيز، أو الأنتيجين ده بيحصل مع other tumors. الأنتيجينز دي بيبدأ يحصل لها processing by the melanoma cell وتبدأ تخرجها على السيل سيرفس in association with the major histocompatibility peptide complex. ودايركتلي اهم سيل او اهم اميون سيل في الانتي تيومر اميون ريسبونس هي السي دي 8 سيل، سايتوتوكسيك سيل دايركت هتروح على طول على التيومر سيل اللي بدات تظهر الانتيجين الغريب ده وتكسرها دايركت تو كيل ذا تيومر سيل. السي دي 4 تي هيلبر سيل ممكن تلعب دور، وكمان even the antibodies. في الناحية التانية التيومر كمان بيحاول ان هو to escape this immune response، بيحاول ان هو يتحايل على الاميون سيستم عشان to survive. هو صراع ما بين الاميون سيستم من ناحية والتيومر سيل او الميلانوما سيل من الناحية التانية. فالتيومر بيبدأ يعمل ايه؟ والله انت عرفت ان انا موجود عشان التيومر specific antigens، طب انا مش هبين اي antigens. والال MHC molecule هبدأ ان انا اخفيها، مش هتقدر ان انت تلقطني بالرادار بتاعك خلاص. ده مش كده وبس، ده هيبدأ التيومر ان هو يوجه الاميون سيستم بانه يزود السيتوكاينز دي immune inhibitory cytokines، الحاجات اللي تخلي الاميون سيستم يبقى داون ريجوليتد، اشهرهم دي انترلوكين 10 وترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. كمان هيستخدم تي ريجوليتوري، مش السي دي 8 او الافكتور سيلز سواء كانت 8 او 4 هي اللي شغاله جايه تكسر في التيومر سيل، ده انا هستخدم بقى الايه الخلايا اللي بتبدا تعمل داون ريجوليشن اوف ذا اميون ريسبونس، واهمهم التي ريج. بيبدا الصراع ومين فيهم هيكسب؟ غالبا غالبا الميلانوما هي اللي بتكسب، وسام تايمز الاميون سيستم يقدر يعمل ريجريشن. في الكلاسيفيكيشن للميلانوما عندي اربعه هيستوكلينيكال سب تايبس مشهورين ومعروفين ومحددين. اول حاجه ذا نودولار ميلانوما، تاني حاجه دي سوبرفيشال سبريدنج ميلانوما، والانتايجو مالجنا ميلانوما، والاكريل لينتيجينس ميلانوما. دول الاربع انواع الاساسيين في الميلانوما. تمام، whatever the type of melanoma كل الميلانومز في البداية الجروث بيبقى للmalignant cells horizontal أو along the basement membrane أو بنسميها the radial growth phase. By time بيبدأ التيومر cells to invade the dermis وتتحرك بشكل vertical، ودي the vertical growth phase.
كل ما التيومر يبقى more vertical المشكلة أكبر، لأن إحنا كده بنتحرك باتجاه ال blood vessels وال lymphatic vessels، وبالتالي بيكون في ريسك أعلى لل metastases. في مجموعة من الكلاسيفيكيشنز الجديدة للميلانوما اللي بيحب يعرفها، لكن الكلاسيفيكيشن الأساسي هم الأربع أنواع اللي قلناهم. في حاجة اسمها epidemiological classification، classification based on the aggressiveness or the tumor kinetics، و molecular classification. هنتكلم عنهم بسرعة جدا. ال epidemiological classification ده قسم وصنف ال patients اللي عندهم ميلانوما ل patients with high nevus count و patients with low nevus count. ولقوا ان patients اللي عندهم high nevus count محتاجين اقل القليل من ال sun exposure to start a melanoma، يعني بسهولة جدا. اللي عندهم ال nevus count اقل محتاجين كاميراتيف وكميات من الالترا فايلوت كبيرة علشان يحصل ميلانوما. الكلاسيفيكيشن التاني بيعتمد ان هو يقسم الميلانوما حسب الاجراسيفنس. طيب انا ازاي هتوقع ان التيومر ده او الميلانوما دي اجراسيف والميلانوما دي ميلانوما بس ما هياش اجراسيف قوي؟ ابسط الحاجات من الهيستوري، من البيشنت نفسه، من الداينامكس الخاصه بالتيومر، الجروث ريت، يعني الليجن الاول كان في السايز ده وبالحجم ده بالديامتر ده، وبدا خلال اسابيع خلال شهور انه يوصل للسايز الاكبر. فالجروث ريت هيديني فكره عن indirectly عن الاجريسيفنس او التيومر كاينتكس، غير التيومر اذا كان حصل زياده في السايز اوفر ييرز. تاني حاجه بتدينا انطباع عن الاجريسيفنس دي بريسلو تيومر ثيكنس، ان انا اقيس تحت الميكروسكوب the thickness of the tumor من الاوتر لاير للموست ديب لاير او سيل اوف ذا تيومر. تالت حاجة برضو دي تحت الميكروسكوب عن طريق ان انا اشوف الماركرز of hyperproliferation والميتوتيك فيجرز في التيومر سيلز. دي كلها بتديني انطباع ان انا احدد هل التيومر ده اجريسيف، ميلانوما اجريسيف ولا نوت اجريسيف. في كلاسيفيكيشن تالت اعتمد على الميوتيشنز وسموه the molecular classification، واهم ميوتيشن في اهم pathway في الماب كي pathway. فقدر من خلال الميوتيشنز الاساسيه والموست كومن او frequent ميوتيشنز بتحصل في الراف والراس والكات جينز، انه يقسم البيشنز ويقول مثلا ان الميوتيشن اللي بتحصل في الراف هلاقيها اكتر في اليونج ايج على عكس الراس ميوتيشنز، او مثلا انه يقول ان في انواع معينه من الميلانوما الميوتيشن دي اكتر فيها، زي مثلا في السوبرفيشال سبريدنج ميلانوما هلاقي اكتر الراف ميوتيشن، او لو لقيت ميلانوما في الميكوزا غالبا الميوتيشن هنا من السيكات. وده مولكولار كلاسيفيكيشن بيدور اكتر حاجه على الميوتيشنز ويربطها بالبارامترز الموجوده في البيشنت. الجزء اللي جاي ده جزء لطيف كده، ويعني بيفهمك انت ازاي هتقدر تلقط الميلانوما او تو سسبكت ان الليجن ده ممكن يكون ميلانوما. ليه؟ في السيناريو العادي في الناس او المجتمعات والدول اللي الميلانوما دي معروفه فيها وكومن، البيشنتس بيروحوا يعملوا ريجولار فولو اب او تشيك للسكن. زي ما قلنا في الريسك فاكتورز ان الناس اللي عندهم ريسك كمان اعلى الميلانوما عندهم هاي نيفوس كاونت، عندهم عدد كبير من الميلانوستيك نيفوي. فالمطلوب من الفيزيشن ان هو تسكرين النيفوي دي كلها، ان مين فيهم ممكن تكون حصل فيها ترانسفورميشن او يبدأ يشك في اي ليجن، ودي حاجة مش سهلة لما يكون العدد كبير. ففي حاجات في الاكزامينيشن انت بتعملها
بشكل تلقائي او بشكل ممنهج فكريا عشان تدور على الليجن وسط مجموعة كبيرة جدا من النيفاي. ودي ممكن تكونوا لو حد فيكم حضر الوركشوب اللي عمله ايميليوز عن الدرماسكوبي، كان الطريقة اللي اتعامل فيها وقت الشرح اعتمدت بحد كبير على الميثودز اللي هنتكلم عنها دلوقتي. ازاي مخك بيفكر وبيلقط الليجن الغريب. ففي حاجة اسمها analytical examination، في حاجة اسمها pattern recognition، والcomparative analysis والdynamic analysis. يعني ايه analytical examination؟ يعني انت عندك analysis معتمد على algorithm محدد وواضح هتدور عليه في الليجن اللي انت شاكك فيه. مخك بيبدأ يعمل البروسيسنج للليجن بناء على الالجوريثم ده. اشهر حاجة ال A B C D، وساعات يكون في E. A asymmetry، B the borders، C the color، D the diameter of the legion. لو عندي ميلانوستيك legion وانا شكيت فيه هطبق عليه الالجوريثم ده، هل هو سيمتريك ولا لا، هل البوردر بتاعه ريجولر ولا لا، وهل الكالر هوموجينس، والديامتر هل اكتر من 6 ملي ولا لا. الالجوريثم ده مشهور جدا، وعلشان اقول الليجن سيمتريك ولا اي سيمتريك بتخيل بالنظر كده ان انا بقسمه الى 2 ايكوال هافز، النصين متساويين. اذا شكله ممكن فعلا يتقسم بشكل سيمتريكال يبقى ده اوكي، لكن لو اسيمتريك ده يخليني اشك ان الليجن ده يكون فيه فعلا ميلانوما. البوردر لو جبت قلم وحاولت ان انا ارسم حدود الليجن، هل هيبقى ريجولر ولا ايريجولر وفي نوتشز و ريجولر اوتلاين، لو كده ده يخليني اشك اكتر ان يكون فيه ميلانوما. الكالر لو مش هوموجينس، يعني مش لون واحد، واللي عندي different shades of colors، حتة فيها براون دي براون، حتة light براون، حتة reddish، حتة جزء مثلا يكون hypopigmented، ده يخليني اشك ان مفيش لون واحد للليجن. والديامتر، الديامتر لو اكتر من 6 مليمتر ده بيخليني برضو to suspect ان يكون الليجن ده ميلانوما. وبالتالي مخي بيفكر بناء على items واضحة والجوريثم محدد. ساعات تلاقوا A B C D E. E for evolving، يعني لو انا تابعت الليجن ده هل هلاقي ان بيحصل فيه changes؟ لو انا شفته مرة وشفت تاني البيشنت مرة تانية بعد وقت، هلاقي مثلا الكالر بدأ يتغير، السايز بتاع الليجن بدأ يزيد، هل البوردر بدأ يتغير؟ فده حاجة ان تايم، هل في داينامكس بتتغير في الليجن ولا هو ثابت بنفس الشكل. الالجوريثم ده سهل، يعني سهل انك تطبقه على الليجن، براكتيكال وابليكابل، لكن المشكلة ان ممكن تكون الليجن اللي قدامك ميلانوما وما ينطبقش عليه الكريتيريا. واشهر نوع من ميلانوما بيحصل معاه كده النودولار ميلانوما، ودي هنشوفها كمان شويه، هنلاقي انها ممكن تكون ريجولار وسيمتريك وشكلها طيبه خالص وتطلع في الاخر نودولار ميلانوما، يبقى دي مشكله. المشكله الثانيه ان ممكن حاجات بيناين وينطبق عليها الكريتيريا زي السيبوريك كيراتوزيس مثلا، سهل جدا ان تلاقي فيها الارجولاريتيز والاسيمتري وفي الاخر هي سيب كيس، حاجه بيناين. يبقى الالجوريثم ده بيساعد لكنه ما هوش حاجه مطلقه اقدر ابني عليها تشخيصي بشكل اكيد 100%. حاولوا برضو ان هم يعملوا other algorithms او تشيك لاست زي ال7 بوينت تشيك لاست، مور يعني كومبلكس او محتاجه تفاصيل اكتر، وفي بعض الناس بتحبها، لكن دي طريقه في الايفالويشن. الطريقه الثانيه حاجه ابسط من كده بكتير، which is the pattern recognition. مخك
بيعمل بروسيسنج للليجن على بعضه، اللي هو يعني يبص كده شكل النيفوس دي مش مريحني ليه يا سيدي بالظبط. انا يعني هي كده هوليستيك على بعضها، شكلها لا اتيبيكال، شكلها مش تمام. ده بيجي ازاي؟ بيجي من كتر ما بتشوف الميلانوما، الناس اللي هم اكسبرت، الناس اللي هي بتشتغل ميلانوما بس، من كتر ما بيشوف مخه خلاص بقى كده بروجرامد ان هو كان ديتكت. لو بيفحص البيشن وفي اكتر عدد كبير من النيفاي، عينه على طول بتقدر تعمل ديتكشن للسسبيشس ليجن بشكل عام. ما يقدرش يقول لك بالظبط ايه، او ما عملش اناليسيس لايتيمز محدده بالجوريثم، لكن بشكل عام هو شايف ان الليجن ده مختلف، وان ده احتمال كبير يكون ميلانوما. ده بيرجع الى انه شاف عدد كبير ومخه اتبرمج خلاص، وده بنسميه باترن ريكوجنيشن. الحاجه الالطف من كده the intra individual comparative analysis or the ugly duckling sign، ودي هتقروها كتير. اللي بيقرأ عن الميلانوما لازم هيعدي على الأجلي داكلينج ساين. والفكرة ان انت في نفس المريض عنده مجموعة من الميلانوستيك نيفاي، مفروض ان في نفس البيشنت بيبقى شكلهم متقارب. لما تلاقي واحدة كده شكلها مختلف او بعيد او doesn't fit، لا ينتمي ل الباقيين، مختلف عنهم، عينك هتلقطه، المخ هيلقطه. وده بيرجع التشبيه ل The Ugly Duckling Sign، ودي قصة لطيفة بيعملوها للأطفال ومشهورة، البطة السوداء. إن يعني ببساطة في بطة شكلها أو دك أو كتكوت، مش عارفة إيه بالظبط الكائن ده، مختلف عن الباقيين. فالمجتمع كله او كل المحيطين بيه بدأوا ان هم يرفضوه، او يحسوا ان هو ديفرنت، شكله ولونه وملامحه مختلفة. وكان كل الناس بدأت انها تهاجمه لانه هو شكله غريب، doesn't fit. ومن السهل جدا ان ده كان يحصل، لان كلهم شكل واحد وهو حقيقي مختلف خالص، بالرغم ان كلهم من نفس الفصيلة. فدي the ugly duckling sign. والنيبس اللي شكلها مختلف عن الباقيين دي، سهل انك مخك يلقطها وتاخد انتباهك. وبرغم ان هي حاجة تبدو انها بسيطة وسهلة، الا انها بيعتمد عليها تشخيص الميلانوما بدرجة كبيرة جدا. فمهم جدا تبقى عارف the ugly duckling sign. الديناميك اناليسز ببساطة، انا لو بتابع الليجن، يعني شفت النهاردة الليجن النمبر الفلاني، السايز الفلاني، الكالر كده، الشيب، باجي اشوف البيشنت تاني في النكست فولو اب فيزيت، لو لقيت فيه تشينجز في الداينامكس دي، السايز بدأ يتغير، الكالر بدأ يحصل فيه شيز، ديفرنت شيز اوف كالر، بدأ يظهر نيو ليجنز، وبالتالي انا هنا كان سسبكت. فده بيحتاج طبعا ان يكون فيه فولو اب، ويكون فيه دوكيومنتيشن للليجنز عن طريق ان انا اعمل فوتوغرافي، وده اللي بيخلي كمان الديسيجن بتاعي اقوى، ان انا تو سسبكت ان الليجن ده يكون ميلانوما. ببساطه هو ازاي مخك بيفكر او بيلقط الليجن الاب نورمال وسط مجموعه كبيره من البيناين ليجنز. فعندي ديفرنت سيناريوز ممكن تحصل. اول سيناريو في الميلانوما ان البيشنت يجي عنده اتيبيكال نيفس ليجن، عباره عن شكله نيفس لكن اتيبيكال، وده بالظبط اغلب الحالات اللي هي the superficial spreading melanoma type. superficial spreading melanoma مهمة جدا، لانها لوحدها 70% من الميلانومز اللي ممكن تشوفها هتكون من ال superficial spreading melanoma، عبارة عن flat pigmented macule لكنها irregular، البوردر بتاعها irregular، والcolor كمان irregular، يعني عندي different shades of color.
ده هتشوفه اكتر في الميلز على الترانك وفي الفيميلز على الليجز، وده مهم جدا، دي اماكن مهمة في الميلانوما. اتفقنا ان الكلر ممكن ياخد different shades، ممكن يبقى brown or black even reddish، وممكن اشوف اماكن whitish اللي هي الاماكن اللي حصل فيها regression. لو الليجن neglected كمان ممكن يحصل فيه nodularities. ما تنسوش ان اي ميلانوما في البداية بتبدأ تمشي او يحصل growth خلال الابيدرمس، يعني horizontal. مع الوقت لو سبتها او كانت fast growing هتبدأ تتحرك vertical وتنزل لتحت، وده هيظهر بنودولاريتي. فده ممكن يحصل في ال advanced stages of superficial spreading melanoma. الميلانوما دي ممكن تحصل in a pre-existing nevus، عشان كده ال patient ممكن يجي يقول لك ان انا كان عندي nevus وشكلها بدأ يتغير. في patients كتير aware بالفكرة بتاعة الميلانوما والتشينجز اللي ممكن تحصل في الميلانوسيتيك نيفاي، او تيجي دينوفو لوحدها على نورمال سكين، وده الغالب. الدرموسكوبي هنا فعلا بيساعد لان الليجن از سوبرفيشال وممكن يتشاف كويس بالدرموسكوب، واهم حاجه ان انا افرقها عن التيبيكال او الديسبلاستيك نيفس، وده هنعرفه كمان في الباثولوجي. ادي السوبرفيشال سبريدنج ميلانومز، واضح جدا ان في اسيمتري في البوردرز وفي فاريشن في الكالر، في ديفرنت شيدز اوف كالر. تحت الدرموسكوب كمان بنشوف الاتيبيكال بيجمنت نتورك، ودي مهمه جدا عشان نفرقها من البناين نيفاي. وكمان في بعض الليجنز زي الفيجر اف هتلاقي البلو وايت كلر المميز للميلانوما. superficial spreading melanoma في ال early presentation بتاعها او ال early stage ممكن تبان زي ال nevus، لكن لو ركزنا هنلاقي ان في irregularities في ال border وفي asymmetry واضح، وكمان ال color زي ال middle figure هتلاقي فيه different colors، لون reddish على لون blackish، وفي حواليه لون hypopigmented maybe part حصل فيه regression، يعني مفيش لون واحد. لو سبتها ونجلكتد او ما حصلش ليها تشخيص بسرعة، ممكن تكبر كمان قوي في السايز وتتحرك بقى من الراديال جراف فيز الى الفيرتيكال جراف فيز، ويبدأ يحصل كمان even nodularities. النوع الثاني او السيناريو الثاني ان البيشنت يجي بيه نوديول، والنوديول دي ممكن تكون بيجمنتد، وده هيبقى كويس جدا، هيخليك تفكر او توجه تفكيرك في الميلانوما. لكن المشكلة انها ممكن تيجي ريدش او نون بيجمنتد او اي ميلانوتيك، ودي مشكلة كبيرة جدا لان الدايجنوزس هيكون اصعب. النوديولر ميلانوما او ان الميلانوما تيجي بيه نوديول، ده نسبته اقل واحتماله اقل بكتير من السوبرفيشال spreading، عشان كده مهم نعرف كويس جدا السوبرفيشال spreading ميلانوما. يجي بعديها النودولر. قلنا النودولر لو جيت طبقت عليها الالجوريثم بتاع ال A B C D هلاقيه مش هيمشي، لان الليجن سيمتريك وريجولر شكله كده مهندم، وممكن كمان للاسف ما يكونش بيجمنتد، فمش هقدر ان انا اطبق عليه الالجوريثم، ودي من الديسادفانتجز لل ABCDs. تاني حاجة لو اكبر من كده شوية ممكن يبقى even bedunculated، لكن ده very rare. اشهر مكان تلاقي فيه النودلر ميلانوما برضو على الترانك زي السوبرفيشال سبريدنج، وكمان في الهيد والنك. sometimes ان الليجن يبقى لونه reddish زي ما قلنا او pigmented، لكن اللي يميز النودولر ميلانوما انها rapidly growing، الجروث ريت بتاعها سريع، وبالتالي بيفوق البلود سبلاي، فسهل ان يحصل فيها ulceration and bleeding.
ممكن تتلخبط لو هي ريدش مع الانجيوما كديفرنشال، تمام. كمان بما انها بيجمانتد احيانا تتلخبط مع الدرماتوفايبروما والبيزل سيل كارسينوما. كمان وجودها في منطقة الهيد اند ناك ده يلخبطها كتير مع البيزل سيل كارسينوما. الدرماسكوبي ممكن ما ينفعناش خاصة في الحالات اللي ما بيكونش فيها بيجمنتيشن. في فيجر A دي early nodular melanoma، يعني اكتر papule، لكن واضح فيها ال asymmetry و variation في الكالر، وتحت الدرموسكوب باين فيها ال typical pigment network. فيجر C في نوديول محترمة موجودة على الكورنر للليجن، وتحت الديرموسكوب برضو باين فيها دي بلو جراي discoloration او الفاريشن ان كلر، ده مهم جدا. السيناريو الثالث ان بيجي بيشنت اولد ايج وعنده فريكل او لينتجن موجود على الفيس وبقاله فترة طويلة، لكن هو ملاحظ ان شكله او حجمه بدأ يزيد، او اللي بنسميها لينتايجو مالجنا ميلانوما. غالبا البيشنت هنا اولد ايج، عبارة عن فلات براون اور بلاك irregularly شيبد ليجن. موست كومن هتلاقيه على الفيس وخاصة في منطقة النوز والتشيكس. والليجن البيشنت جاي اولد ايج وجاي هادي كده ولطيف، الليجن طبيعته انه بيحصل له very slow growth، ممكن over years، ما هواش حاجة rapidly growing زي النودولر ميلانوما. فغالبا البيشنت بيبقى old age. قريب جدا من الانتايجو مالجنا او الهاتشنسون فريكل، لكن لو ركزنا في بعض الليجنز واضح جدا الفاريشن ان كلر والاسيمتري، يعني في ليجنز باين فيها لون براون وبلاكش وريدش ووايت، كل الالوان اللي ممكن تتخيلها، والبوردر فاري irregular. كمان تحت الديرموسكوب ممكن يساعدني في حالات الانتايجو مالجنا ميلانوما. كلينيكالي زي ما احنا شايفين في الفيجر A ليجن irregular وفي اكتر من كلر، في لون جزء لايت براون وجزء ديب براون، يعني في variation واضح. تحت الديرموسكوب في حاجة بنسميها circle in a circle، بنشوف الاول annular structures اللي هي عبارة عن follicular openings وحواليها لون براون الميلانوما سيلز، فزي ما يكون دايرة جوه دايرة، فبيسموها circle in a circle pattern. اي مكان chronically exposed to sun زي منطقة الهيد كلها ممكن يحصل فيه الانتايجو مالجنا ميلانوما even على الاكسترنال ear. و sometimes الانتايجو مالجنا او الهاتشنسون فريكل يتحول او يحصل له ترانسفورميشن انتو الانتايجو مالجنا ميلانوما، وده ديفرنشال اول ديفرنشال، هل هي هاتشنسون فريكل ولا حصل فعلا ميلانوما. تاني ديفرنشال بما ان الليجن فلات وموجود على الفيس، السيب كيز والاكتينيك كيراتوزيس بتكون سترونج ديفرنشال دايجنوزس. خلي بالك انت لو شفت حاله الانتايجو مالجنا وعليها نوديول، ده معناه ان احنا اتاخرنا جدا في التشخيص، لان التيومر طبيعته في الجراث ريت از فيري سلو، فلو جه بنوديول ده يعني معناه ان هو عدى على كل الناس وما تشخصش كويس، دي حاجه سيئه جدا. it will be too late ان يجي البيشن في حاله الانتايجو مالجنا وكمان ظاهر عليها نوديول، bad prognostic sign. السيناريو اللي بعد كده مختلف تماما، ان البيشنت يجي عنده ديرت لايك ماكيول موجوده على السول، حاجه زي الديرت بالظبط، لونها بلاكش او براونش موجوده على السول، ولا فيها اي ulceration ولا في اي نوديول ولا اي حاجه. وده الكلاسيك، للاسف الكلاسيك بريزنتيشن للاكرال لينتيجينس ميلانوما، انها تيجي بديرت لايك ستين
على الإكرال سايتس وأكتر مكان على السول of the foot. وكمان دي من الحاجات اللي بتحصل في الأولد إيج. ممكن كمان تحصل على أي إكرال سايت زي البالم، لكن أكتر مكان في السول of the foot. ولأن المكان ده مكان يعني مش دايما بنفكر فيه في الميلانوما، بالرغم ان ده تايب لوحده لكن بيبقى common misdiagnosis، فبيتأخر تشخيص الحالات دي دايما كتير، وكل ما يتأخر معناه ان هيجي بمرحلة حصل فيها vertical growth، يعني يبدأ يظهر nodules وكمان ulceration. تشخيصها بيبقى كتير كتير يتلخبط مع حاجات أبسط من كده بكتير زي الورتس، المكان في الإكرال سايت على السول. أكتر ليجن حضرتك بتشوفه وانت قاعد في العيادة، العيان لما بيبدأ كده هيقلع الشراب ويوريك السول اوف ذا فوت، أول حاجة وورت. انت حتى يعني ممكن تديله ظهرك وتقول روح يا عم نعمل له كرايو. ده اللي بنفكر فيه كلنا، لو لقيت ألسر موجود في السول بتفكر أول حاجة في النيوروباثيك ألسرز او التروفيك ulcers. فلو جه البيشنت بالاكرال انتيجينوس ميلانوما حقيقي سهل جدا ان يحصل له ماسنج، وبالتالي الحالات دي غالبا فعلا تشخيصها بيتاخر. زي ما انتم شايفين يمكن الفيجر موجود على الابر ليفت، ممكن تقول وورد من بعيد كده، يعني سهل جدا انك تضيع حالة زي دي وتبقى ميلانوما في الاخر. يمكن احسن واحدة فيهم باينة اكتر على اللور رايت، باين جدا ان في بيجمنتيشن وفاريشن ديفرنت كولرز وفي اسيمتري وفي ايريجولار بوردر، باين جدا. لكن لو انت مش حاطط في الباك جراوند الاحتمال وجود الميلانوما في المكان ده it will be missed. السيناريو اللي بعد كده في مكان تاني خالص، الصاب انجوال ميلانوما. الصاب انجوال ميلانوما غالبا لو هي ايرلي البيشنت هيجي ب ميلانونيكيا لينير بيجمنتد باند او لاين موجود على النيل، شبه جدا البيناين ميلانونيكيا او النيفس اللي ممكن تيجي في النيلز. الهاتشنسون ساين اللي كلنا عارفينها كويس جدا وعارفين انها مهمة في الميلانوما، الحقيقة ان انت مش هتشوفها الا ليت. يعني لو هي early sub angle الميلانوما مش هتشوف فيها الهاتشنسون ساين، مش هتشوف الليكج اوف بيجمنت او الميلانوما invading البري انجوال سكين، مش هتشوف الكلام ده. لو شفته ده اصبح ليت ستيج من السب انجوال ميلانوما، واحنا هدفنا دايما ان احنا نشخص الميلانوما early، لان الايرلي ميلانوما التريتمنت بتاعها او البروجنوزس بتاعها احسن بكتير من الليت ميلانوما. فاول ديفرنشال للميلانوما في السب انجوال هي البيناين ميلانونيكيا، النيفاي اللي ممكن تيجي في النيلز، كمان لان بيحصل انفيجن للبري انجوال سكين ممكن يحصل شويه بارونيكيا، ولو اجريسيف سب انجوال او ميلانوما او اند ستيج او ليتر ستيج بيحصل كمان ديستراكشن اوف ذا نيل، وممكن تتلخبط مع الاونيكو مايكوزيس. ادي ليت سب انجوال ميلانوما، شايفين الديستراكشن الفظيع اللي حصل للنيلز والهاتشنسون ساين باينه جدا، وكمان في بارونيكيا في الميدل فيجر، لكن دي فيري ليت ستيج. في كمان اماكن نادره جدا ممكن يحصل فيها الميلانوما، ومنها الميكوزا، واكتر ميكوزا سيرفيسز هي الفولفا والاورال كافيتي، واماكن مش متوقع فيها الميلانوما، علشان كده للاسف برضو بتبقى ميس دايجنوز والتشخيص بتاعها بيبقى فيري ليت وذ بور بروجنوز. زي ما انتم شايفين ده في الاورال كافيتي، زي اللي بيحصل في السكين بالظبط، الارجولاريتيز والميكس اوف كالر، وكمان ايفن نودولاريتيز ممكن يبقى فيه ألسر وبليدنج، لكن المكان مكان مش سهل انك تشوف فيه الميلانوما، ويمكن دايما بيبقى تشخيصه متاخر، وده اتفقنا هيبقى في الاخر لو ليت ميلانوما البروجنوزس هيكون للاسف سيء جدا.
برضو من الحاجات اللي بيكون فيها مشاكل الميلانوما اللي بتحصل من البريكارسر زي الكونجينيتال جاينت ميلانوسيتيك نيفس. نيفس كبيرة جدا، ممكن يحصل في جزء منها ترانسفورميشن، فعايز تفحصها كويس جدا. تاني حاجة للأسف طبيعة الجاينت كونجينيتال ميلانوسيتيك نيفس ان ممكن يحصل فيها فيروكس ليجنز ولوبيولاريتيز، وتبقى في الاكزامينيشن ما هياش سهلة في الاكزامينيشن. كمان ممكن تلاقي نوديولز موجودة على السيرفس للجاينت كونجينيتال ميلانوستيك نيفس وتبقى توتالي بيناين. في حاجة بتحصل زي ما احنا شايفين في الفيجر، دي بيناين بروليفراتيف نوديولز، يعني نوديولز وممكن يحصل فيها ألسريشن وشكلها يخض، لكن في الآخر ما تطلعش خالص ميلانوما، وده برضو بيأد مور كونفيوجن تو ذا ليجن. فمن الليجنز اللي بيبقى صعب تشخيصها مع الكونجينيتال جاينت ميلانوستيك نيفس. كمان الميلانوما ممكن تحصل في في العين، ويعتبر الاوكيولار ميلانوما هي السكند كومن تايب او سايت فور ميلانوما افتر ذا سكين، يعني تاني مكان تحب تروح فيه الميلانوما بعد الجلد هو العين. للاسف ممكن تحصل في اليوفيال تراكت او في الكونجنكتيفا زي ما احنا شايفين، وممكن تنتهي ب loss of vision في الافكتد سايت، وتشخيصها بيبقى اصعب بكتير كمان اذا كانت اي ميلانوتيك ميلانوما، ودي هنعرفها كمان شويه. من الحاجات كمان اللي بتلخبطنا كتير مع الميلانوما وجود الريجريشن باترن، او ان يبدا يظهر اجزاء فيها فوكال ريجريشن وهايبوبيجمنتيشن، ممكن تلخبطنا شويه مع الميلانوما اللي احنا متوقعين دايما انها بيجمنتد، لكن ده زي ما اتفقنا the immune response against the melanoma هو المسؤول عن الفوكال regression او الفايبروزس اللي بيحصل وال incomplete regression زي ما احنا شايفين في الفيجر. المشكلة الأكبر بكتير هي إن الميلانوما تفقد البيجمنتيشن وتبقى إيه ميلانوتيك ميلانوما. أنا مش هفكر أساسا في الديفرنشيال بتاع الميلانوما إلا لما بلاقي بيجمنتد ليجن، علشان افكر فيها وما يكونش في بيجمنتيشن قدامي ده عايزه واحد بقى اكسبرت ويبقى عندي في الباك جراوند الاحتمال ده دايما. فاكره ان الميلانوما مش دايما تيجي بيجمنتد، ده ممكن تيجي خالص بدون اي بيجمنتيشن وتبقى ايفن راديش، عامله زي الانجيوما او عامله زي السكواماس سيل كارسينوما او ايفن سام انفلاماتوري ليجنز، فما فيش خالص فيها اي pigmentation. اكيد ده هيخلي ال diagnosis is more late وبالتالي ال prognosis is worse. واي نوع من الميلانومز الاربع انواع اللي احنا قلناهم سواء superficial spreading او nodular لحد الاخر، اي واحد فيهم ممكن يحصل ان هو يجي اي melanotic، ودي مشكلة لان دايما لو ما لقيتش pigmentation طبيعي ان التفكير هيبعد شوية عن الميلانوما. شايفين دي ميلانوما، ازاي انا اقدر اشوف ليجن زي ده واقول ميلانوما كده just by clinical examination؟ صعب، ده حتى تحت الديرموسكوب مش باين pigmentation الا في كورنر كده في شوية pigmented globules، يعني ممكن يسجست ان الليجن ده already يكون فيه melanocytic origin، لكن حقيقي مش سهل. common misdiagnosis. كمان في عندي احيانا البلو نيفس which is dermal بيحصل فيها ميلانوما، بنسميها malignant blue nevus. المشكله هنا ان التيومر اوريدي بادئ كده من البدايه ديب في الديرمس، والنوع ده رير لكنه very aggressive. common site في الهيد، ومشكلة انه عنده هاي ريسك ان يبقى فيه ميتاستاسيس لانه اوريدي ديب وقريب جدا من الليمفاتكس والبلاد فيسلز، وكمان الريكورنس ريت از فيري هاي. تخيلوا ان الميلانوما ممكن تحصل كمان في الساينسز وفي انسايد ذا نيزل كافيتي، وده فيري رير سايت
ومشكلته ان ممكن يحصل كمان spread to the brain and to the orbit، واكيد البروجنوزس هيكون very bad مع الساينو نيزل ميلانوما. اتكلمنا شوية على الميلانوما في الأطفال وقلنا ان دي حاجة مش واردة بشكل كبير، وإذا حصلت غالبا بتحصل في بريكارسور زي الجاينت كونجينيتال ميلانوستيك نيفس الترانسفورميشن، إذا هيحصل بيحصل فعلا في التشايلد هود بيريود، أو يكون في some genetic abnormalities بتسهل إن يحصل ميلانوما زي الزيروديرما بيجمنتوزم. واغلب الميلانومز ان تشيلدرن بيكون فيها فيتشرز شبيهه بالشبيتس نيفس، وده اول ديفرنشال دايجنوزس، وهنعرف اكتر في الباثولوجي ازاي نفرقهم عن بعض. كمان الميلانوما مع البريجننسي ممكن تحصل، لكن الترانس بلاسنتال سبريد او متاسسز من الام للبيبي اللي كلنا عارفينه ومشهور قوي، لكنه في واقع الامر فيري رير، ما مش حاجه بتحصل بسهوله، والحمد لله ان ده ما بيحصلش. لكن in women with a history of high risk melanoma المفروض انها to wait or to postpone 2 years after diagnosis before becoming pregnant again، لان الفتره دي بيكون فيها ريسك ان يحصل لها مرة تانية ميلانوما. ده كده كان الجزء الاول، وان شاء الله نكمل المرة الجاية الجزء الثاني من الميلانوما، واشوفكم على خير بإذن الله.